بعض الأشخاص يفتخر أن لسانه سليط وأن الأشخاص ما يقدرون يتناقشون معاه لأن حجته قوية ويقدر يحرج الجميع ويجرحهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق. الرفق والرحمة من الأشياء والصفات اللي تزيد الشخص مكانه عند الله سبحانه وتعالى وتحبب الناس لك. تعرفون أن حتى في الأمور الدينية إذا شعر الشخص أن الأمر الديني اللي يسويه يشق على أشخاص يجوز له أن يخفف منه. الرسول عليه السلام يوم الأيام قرأ في الركعة الأولى سورة طويلة فسمع بكاء أحد الأطفال، قرأ بالركعة الثانية سورة الكوثر. شوفوا إلى أي درجة وصل الرفق والرحمة. تبي تكسب محبة الناس ورضى الله سبحانه وتعالى، خلك رفيق لطيف راقي كالبلسم على قلب كل شخص يتحدث معك أو يكون جوارك. الرسول عليه السلام يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.